السلام عليكم الزلف اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه. اول حاجه خاوتنا مبروك علينا الفوز، الحمد لله يا ربي. هدف بوخنشوش يعني كان فعال، والحمد لله تم اكتساب 3 نقاط في حساب شبيبه القبائل. 3 نقاط مهمه ومهمه جدا مع 3 فرص للخصم، لولا رحماني لا كان التعادل صراحه. مواقي فنان في تضييع الاهداف ومجهودات رجم شتتها بركان، يعني رجم كما نقول لكم ادم رجم كان من بين افضل اللاعبين في شبيبه القبائل اليوم، الموهبه التي كانت ضائعه. شبيبه القبائل كذلك الحمد لله انها طلعت او صعدت في الترتيب، يعني ولات شبيبه القبائل في المرتبه الرابعه بعد المرتبة الأولى مولودية الجزائر، أما المرتبة الثانية بارادو، والمرتبة الثالثة مولودية البيض، والشبيبة القبائل تحت المرتبة أو المركز الرابع. يعني الحمد لله يا ربي صعود في نقاط ترتيب، وهذا إن شاء الله يدل على تفاؤل أو فعل خير إن شاء الله على شبيبة القبائل. فقط ما تفسدوناش إن شاء الله الفرحة يا ربي، الحمد لله، وإن شاء الله إلى الأمام، وديما إن شاء الله مازال كاين الخير بإذن الله. فقط ديروا لنا جام لايك الفيديو، ابوني في القناة، وخليونا الاراء تكون في التعليقات. ما رأيكم في لعب شبيبة القبائل؟ هل كان لعب مقنع لشبيبة القبائل؟ نتمنوا انتم كجمهور شبيبة القبائل لكم الحكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله.